المثال رقم 8 منطينا PQRS is a 4-bar chain with link PS fixed. منطينا link أو ميكانيزم بها أربع أو 4 links اللي هو مسميها PQRS والPS. الPS هنا fixed يعني يكون مثبت. مش منطينا بعدها منطينا الأطوال، أطوال اللينك ال PQ 62.5 مليمتر وال QR 175، ال RS 112 وال PS 200 مليمتر. The crank PQ، ال PQ منطيناه هو الكرنك، الذراع الرئيسي يدور 10 ريد على السكند، يعني هنا منطينا الأوميجا clockwise باتجاه عقرب الساعة. يريد رسم الـ velocity and acceleration diagram وين angle الزاوية QPS منطيها 60 درجة. قال لي الـ Q والـ R تقع على نفس جانب الـ PS. find the angular velocity يريد نحسب الأوميجا والـ angular acceleration لتعجيل الزاوية لللينكس للأذرع QR والRS. أول خطوة جينا هنا كتبنا المعطيات، قلنا ما دام منطين الأوميجا للPQ اللي هو قلنا يعتبر الكرينك، من عندها أحسب السرعة الخطية linear velocity اللي هي راح تساوي الأوميجا السرعة الزاوية في طول الذراع. طبعا هنا طول الذراع وطول اللينك نحوله للمتر، يعني 62.5 نقسمه على ألف، وهنا ضربناه بالأوميجا راح تطلع عند السرعة الخطية 0.625 متر على الثانية. أول خطوة أجي أرسم السبيس دايجرام طبعا بالأبعاد اللي منطينا إياها. قلنا أول شيء أعين الـ PS اللي هو 200 مليمتر، أجي هنا بالمسطرة هنا الـ Scale أقسمه على 2، يعني الـ 200 راح تطلع عندي 10. بس هنا اكتب هاي نقطة الـ P وهنا الـ S. بعدها هسه ارسم الـ PQ. أجيب المنقلة ومن هاي النقطة من نقطة الـ P أرسم بزاوية 60 طول هذا الخط، قلنا بالسكيل انه نقسمه على 2 ف62 يطلع تقريبا 31. واحد اثنين ثلاثة هنا 31. تقريبا هنا
هسه نرسم بقية اللينكس. بقية اللينك من نقطة البي أرسم طول هنا العفو نقطة الكيو، أرسم خط بقط طول الكيو آر بالفرجال وأجر قوس، ومن نقطة الأس أرسم بمقدار الآر أس أيضا خط، وأسوي خط وين ما يتقاطعون نقطة تقاطع هاي الأقواس تصير عندي هي نقطة الآر. هنا جبت الفرجال خليته بنقطة الكيو، ومنها راح أشوف ايش قد طول الكيو آر. أروح للسؤال، الكيو آر 175 مليمتر، نقسمها على 2 تقريبا تطلع عندي 87، فمنها من نقطة الكيو هسه هنا الفرجال فتحناه تقريبا طول 87، نرسم قوس. بعدها نجي نعينه بنقطة الأس، ونقلل طوله أو يعني يبقى طول الـ RS. نروح للسؤال نشوف ايش قد طول ال ار اس. ال ار اس 112، قلنا السكيل يعني ناخذ نصف في 112 على 2 تطلع تقريبا 56. يعني 5.6. ونسحب القوس. هنا طبعا القوس مال الكيو ار لازم يعني يكون اطول حتى يتقاطع وياه. هنا هسه تقريبا هاي نقطة التقاطع راح تصير عندنا هي نقطة الـ R. نرسم خط من الـ Q يتقاطع ويا نقطة تقاطعهم، ومن الـ S يتقاطع. هسه نمسح هاي الأقواس.
بس هنا صارت عندي هاي نقطة ال R مال Q. هسا قلنا منطينا هذا الكرنك، منطينا إلى الأوميجا. من الأوميجا حسبت السرعة الخطية لل PQ أو لكيو، لأنه البي نقطة ثابتة فممكن أنه نسميها سرعة لكيو. إيش قد كانت السرعة؟ 0.6 متر على الثانية. أيضا نختار سكيل، نقول أنه مثلا كل 1 سنتيم على الورق يساوي لي 1/10 متر على الثانية، يعني هاي 6/10 تقريبا 6 سنتيمات. هسه اجي ارسم سرعة الكيو. مثل ما قلنا انه السرعة تكون عمودية على الذراع، فعين المسطرة بشكل عمودي على الذراع. الشكل هذا منه مثلا، هاي هنا راح يصير عندي النقاط الثابتة اللي أعينها اللي هي ال P وال S. ال P وال S هذا يكون ثابت، فهنا ال P وال S. من الصفر راح نبدأ نحسب 6. بس اشوف ايش قد طوله حتى يصير مضبوط. 6 هو 625 بالألف، يعني 6.25، يعني للستة وربع هنا. يعني نقسم على 1/10 يطلع 6.25، فست سنتيمات وربع. هنا هذا هسه صار عندي سرعة، هنا راح يكون نقطة الكيو. هسه بعد ما كملت سرعة ال PQ، هنا بقية ال لينك ما عندي السرع مالتهم، فش راح يكون عندي؟ أرسم أعمدة على الأطوال ومن عدها أعين السرعة. فسنرسم عمودي على سرعة العفو على اللينك ال RS. هذا العمودي هو يمثل سرعة ال RS. فمنها من نقطة ال PS أرسم. طبعا المسطرة هي على، يعني بهالشكل هذه هي عمودية على ال RS. فمن نقطة ال S أرسم لا على التعيين طول معين اللي هو يمثل لي سرعة ال RS، بس هي ما معلومة. من اللي راح يكمل الرسم؟ سرعة ال QR. سرعة ال QR شلون راح تكون؟ تكون عمودية على ذراع ال QR. فأجي هنا أعين المسطرة بشكل عمودي، من نقطة الكيو هنا الكيو معلومة، فمن نقطة الكيو
المسطرة أنا هنا مو قلت هي عمودية صارت على الذراع كيو آر على نفس زاوية نفس الزاوية هسه هاي مال المسطرة اللي هي تكون عمودية على الذراع كيو آر، أجي أخليها هنا بنقطة الكيو وأرسم اللاين. اللاين من نقطة الكيو أرسمه لأنه الكيو معلومة عندي وين ما يتقاطع فوق ويا سرعة ال ار اس اتوقف. هسه هاي النقطة مال التقاطع انعلمت عندي، هاي هنا صارت عندي ال ار. اجي هسه احسب السرعة، السرعة شلون احسبهم مال الاذرع؟ اجي اقيس طول ال ار اس اللي هو 4.2، أضربه بالسكيل 1:10 تطلع ال V لل RS 4.2 في 0.1 تطلع 0.42 متر على الثانية. بعدها أجي أحسب سرعة ال RQ أو QR أيضا، أنه أقيس طول ال QR شقد. واحد اثنين ثلاثة بوينت خمسة تقريبا، أضربها بال1:10 والفي ار كيو أو كيو ار 1:10 في 3.5 يطلع تقريبا 0.35. متر على الثانية. هاي هسه السرعة كملت عندي، هسه مباشرة من نريد ارسم مخطط التعجيل وعند السرعة ايش قلنا نحسب يا سرعة السرع العفو التعجيل الراديال، نحسب التعجيل الراديال اللي هو ايش راح يساوي. اول شيء الراديال ال اي ار لل بي كيو راح يساوي السرعة تربيع، السرعة الخطية تربيع لل بي كيو على طول ال بي كيو. وهنا التعجيل الراديال لل ار اس راح يساوي السرعة تربيع لل ار اس على طول ال ار اس. وهنا التعجيل الراديال لل ار كيو راح يساوي السرعة الخطية تربيع ال RQ على طول ال RQ. طبعا هنا الأطوال قلنا كلها نحولها للمتر. هنا وش قد عندي هسه قيم التعجيل الراديال؟ أروح للسؤال، الراديال للكيو بي 6.25 متر على الثانية تربيع. ولل ار اس واحد بوينت 613.
الجرعة الثانية تربيع، ولل ار كيو صفر بوينت ستة ثلاثة أربعة. هسه نجي نرسم التعجيل الراديان. أول شيء ال بي كيو ما منطيني إلى تعجيل زاوي، يعني التعجيل الزاوي الألفا للبي كيو صفر، فمعناه تانجينشال للبي كيو يساوي للصفر، يعني المحصلة تعجيل البي كيو هي فقط الراديال اللي هو 6.25. تعجيل الراديال للبي كيو شلون راح يكون؟ قلنا يكون بموازاة الذراع، أو عمودي على السرعة. فأرسم هسه تقريبا أنه بموازاة المسطرة للأسفل حول نقطة الدوران اللي هو كيو بي. إيش قد السكيل اللي أختاره؟ أقول إنه كل واحد سنتيم على الورق يعادل لواحد متر على ثانية تربيع. هنا هسه المسطرة هي بموازاة الذراع كيو بي، أرسم التعجيل لكيو بي اللي هو هسه صار عندي سنتيم، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، راح يصير 6.25. هذا منه هسه التعجيل، تعجيل ال بي كيو. طبعا أنا النقاط عينتها، النقاط الثابتة اللي هي ال بي اس هاي هنا تعينت عندي. هنا ال بي اس تعينت عندي، هذا تعجيل لكيو، هنا هاي نقطة لكيو. هسه من نقطة لكيو، من نقطة لكيو ارسم الراديال مال كيو ار، وبعدها التانجينشال، او من نقطة الاس ارسم الراديال مال ار اس وبعدها التانجينشال. فساجي خل نبدأ من نقطة الاس، ارسم الراديال، الراديال للار اس اللي هو راح يصير عمودي على سرعة الار اس او بموازاة ذراع الار اس هالشكل هذا. فمنها من نقطة الاس ارسمه. الراديال للار اس شقد قيمته؟ 1.6، يعني سنتيم بوينت ستة. هذا الراديال للار اس. هسه بعدها نرسم التانجينشال، تانجينشال للار اس يكون عمودي على الراديال او بموازاة السرعة. هسه هذا تقريبا عمودي، فمنا على الراديال نرسم عمودي نفس زاوية المسطرة ما غيرنا بيها. تانجينشال راح يكون منا على اليمين او على اليسار حسب الاتجاه، بعدين راح يبين عندي.
هسه بعد ما كملت الراديال والتانجينشال للار اس، هسه اجي ارسم الراديال والتانجينشال للكيو ار. الراديال مال الكيو ار قلنا يكون عمودي على سرعه الكيو ار او بموازاه الكيو ار، فيكون بهالشكل هذا. من نقطه الكيو نرسم الراديال اللي هي شوف نفس زاوية الماستر. انا ايش قد هسه شفت الزاوية مال كيو ار نفس الزاوية، انزل الماسترة من نام اللي كيو. ايش قد قيمة الراديال مال كيو ار؟ 0.634 انقسمه على سكيل واحد، يعني يطلع تقريبا 0.6 سنتيم، فمنه يعني 6 مليمات. يوم ما نصعد للأعلى أو ننزل للأسفل هم 6 مليمات. التانجين إن شاء الله شلون راح يكون مال كيو آر؟ يكون عمودي على الكيو آر. هذا عمودي على كيو ار، نفس فرة المسطرة خليها من عمودي على الراديال. ونجي من نجر خط. طبعا هنا هسه التانجينشال احنا مو قلنا الراديال مال كيو ار، اذا ما عرفته ارسم مرة على اليمين ومرة على اليسار وارسم التانجينشال. التانجينشال ما يصير يتقاطع ويا تعجيل الكيو بي، فمنين راح يكون عند التانجينشال اتجاهه الصحيح؟ اتجاهه الصحيح راح يكون اللي هو على اليسار، هذا منه راح يكون عند التانجينشال. هذا التانجينشال وين ما يتقاطع ويا تعجيل الـ RS اتوقف. هسه هنا اتقاطع اتوقف، هاي معناه هنا صار عندي نقطة الـ R. هسه هاي الخطوط الزايدة امسحها، هذا امسحه. أنا عرفت الاتجاه مال الـ RS راح يكون على اليسار، وهذا الزايد أيضا راح أمسحه، هذا منه راح ينمسح، هذا هنا راح أمسحه. هسه أرسم خطوط المحصلة. خطوط المحصلة الـ RS الراديال والتانجينشال مالتها راح يكون بهالشكل هذا، والـ RQR راح يكون بهالشكل. يعني هذا هسه تعجيل او محصلة التعجيل الـ RQ او QR، وهذا محصلة التعجيل للـ RS. هنا هسه اجي بالمسطرة احسب الاطوال حتى اطلع التعجيل الـ RS شقد يساوي، وتعجيل الـ RQ تعجيل الكل. طبعا هنا المحصلة اجيب المسطرة اقيسهم. تعجيل الـ RQ راح يصير عندي شقد طوله؟ هذا منها 1 2 3 4 5.2، اضربها في 1
يطلع الـ RS تقريبا 5.1 متر على ثانية تربيع، والـ RQ حركة وش قد طوله؟ 1 2 3 4 تقريبا، نضربه بالسكيل بالواحد راح يطلع عندنا 4 متر على ثانية تربيع. هنا إذا أراد التعجيل الزاوي، مثلا التعجيل الزاوي للـ RS، هنا الـ RS إله سرعة زاوية وإله تعجيل زاوي، والار كيو ايضا له سرعه زاويه او له تعجيل زاوي. اذا اراد التعجيل الزاوي شو اسوي؟ اجي احسب التانجينشال مثلا للار اس او للار كيو، هذا الراديال هنا التانجينشال، احسب طوله اضربه بالسكيل راح تطلع لي قيمته، اقسمها على الطول يطلع التعجيل الزاوي، وأيضا للـ RQ.